مهندس بلال القضار، مفتش حماية محمية غابة عجلون الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. في بالمحمية 400 نوع نبات، في 30 نوع نبات طبي، في عندنا 13 نوع نبات مهدد بالانقراض، في عندنا 150 نوع حيوان. احنا في عندنا بفر زون موقع بمنطقة حماية حول المحمية على بعد 300 متر حول المحمية. احنا مساحة المحمية محمية عجلون بالذات 12000 دنم، يعني لما تحسبيها 300 متر على حول 12000 دنم تطلع حوالي 25 ل 30000 دنم اللي بنحافظ عليها وبنديرها. لو كل موقع يحافظ زينا الأردن بتظل الخضرة، ما بيصير عندنا لا تصحر ولا أي شيء. أنا بقوم بدور التفتيش وحماية حماية المول، والهدف من إنشاء المحمية اللي بتأسس فيه الحماية طبعا حماية غابات السنديان دائمة الخضرة. معنا يحيى خالد، أنا مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. الجمعية الملكية هي مؤسسة غير حكومية ولكنها تعنى بتأسيس وإدارة المحميات الطبيعية في المناطق الهامة بيئيا. احنا بنحكي عن فرص اقتصادية، يعني في محميات عجلون، محمية ضانة، محميات الموجب وغيرها من المحميات. اذا بننظر على سبيل المثال محمية ضانة على وجه وفرت اكثر من 85 فرصة عمل دائمة لابناء وبنات المجتمع المحلي، ولكن على مستوى ايضا مناسب، يعني احنا بنجد ممكن 40 فرصة عمل في محمية عجلون، بينما في الازرق قد نجد يمكن 30 أو 35 فرصة عمل، فبمجموعها فرص عمل نسبيا كبيرة. الآن إحنا يعني أنا بحب أدعو الشباب للمشاركة والانخراط في حماية الطبيعة والاستفادة منها في كفرص اقتصادية لأبنائنا وبناتنا الأردنيين. شاركونا في من خلال حماية الطبيعة بإيجاد فرص عمل لأبنائنا وبناتنا الأردنيين.